السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انفنتينيو يهدد الكاف أيضا، بدأنا من تحت ونفسه أيضا انفنتينيو اللي هو الفيفا يحذر من إجراءات صارمة للجزائريين. يعني أنت شو بدك منهم يا ابن الحلال؟ طيب يلا لايك واشتراك، لايك واشتراك، اللي بتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في هذه القناة حتى يصلكم كل ما هو جديد. هيا بنا لايك واشتراك نبدأ. مفاجأة انفنتينيو يفجر مفاجأة للجزائريين، وهذا طبعا قبل مباراة أوغندا التي ستقام غدا بإذن الله تعالى. كل التوفيق للفريق الجزائري. الفيفا أيضا تحذر من إجراءات صارمة. هيا بنا. صرح انفنتينيو رئيس الاتحاد الأفريقي وهو رئيس كاف رئيس الفيفا لكرة القدم لموقع نيوز سبورتس الإخبارية إن الفيفا اتخذت إجراءات صارمة الساعات الماضية ضد عدد من الشخصيات الإفريقية المتورطة في رشوة الحكم ذكاري جسامة وإفساد المباراة على الجزائريين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم. هذا ما ذكر وما وصلنا الآن. وقال انفنتينيو أنه الفيفا لا تطيح حق الجزائر بإعادة المباراة أو التأهل لكأس العالم مباشرة، وهذه الإجراءات سوف نعلن عنها قريبا. وقال انفنتينيو أنه الفيفا هذا مما يدل أن الملف ما زال مفتوح، لم يغلق بعد، أنه لم يقول إعادة ولم يقول تأهل. وقال انفنتينيو أنه الفيفا حذرت الكاف بإجراءات صارمة، إجراءات الصارمة هذا إذا ما حدث كما حدث في مباراة الجزائر والكاميرون. وقالت نريد من الجماهير الجزائرية في مباراة أوغندا ضبط النفس والتحلي بالروح الرياضية، وطلب عدم الهتافات ضد الفيفا لأن الفيفا مؤسسة عريقة تعمل بحيادية ونزاهة وشفافية. الله يخذها طبعا. هنا احنا بنحكي كل التوفيق للفريق الجزائري بإذن الله في هذه المباراة.